أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما متزايدا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء، فإلى جانب الجهود العسكرية التي خاضتها الأجهزة الأمنية لتطهير أرض الفيروز من البؤر الإجرامية والإرهابية، انطلق قطار التنمية في كافة المجالات، وشارك أبناء وقبائل سيناء في قطار عملية التنمية الشاملة لسيناء، فضلا عن اصطفافهم إلى جانب الجهود الأمنية والتنموية التي قادتها الدولة لمحاربة الإرهاب في سيناء.